يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟ إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. إذا تذكر وهو راكع يرجع، إذا تذكر وهو راكع يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة ويستدرك. نعم، لكن لو لم يتذكر إلا بعد ما قام إلى الثانية فإن الأولى تلغو. إذا لم يتذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية أنه ما قرأ الأولى، أنه ما قرأ الفاتحة، فإنها تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامه ويسجد للسهو. أما إذا تذكر قبل إكمال الركعة يرجع إلى القيام ويأتي بالفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ يسجد للسهو. نعم.